اسمعني كويس يا مولانا، انت هتكتب الكتاب طلعت العروسة مجنونة قتلت قتلة حفيدة ريا وسكينة، مالكش دعوة. لو العروسة طلعت مقتولة برضه هجوزها. الله عليك، أيوة أنا أحب الوش ده والدخلة دي. متر غلام، حضرتك ما شفتش فريدة؟ فريدة؟ أصل هي مختفية من الصبح وبحاول أكلمها ما بتردش. طيب اسبقنا أنت يا مولانا بقى وأنا جاي وراك، وزي ما اتفقنا. اطمن، هجوزها له يعني هجوزها له. الله عليك، والله طمنت قلبي. متر غلام، إيه؟ حضرتك عارف فين فريدة صح؟ انا زحلقتها على قاعة العشاق. ليه؟ عمالة تنخرم في جوازة سلافة وماسكة البطاقة بتاعتها كأنها بتاخد الإعدادية. تمام، يعني هي دلوقتي في قاعة العشاق. ايوه بس ما تقلقش، انا هبعت اجيبها بعد كاتب الكتاب على طول ان شاء الله. بس برضه انا قعدت اكلمها ما بتردش وما حاولتش حتى تتصل بيا. الله، انا ما قلتلكش؟ ايه؟ مش الواد اللي هناك خليته سرق منها الموبايل؟ انت ازاي تعمل كده يا متر؟ ده تلاقيها دلوقتي قاعدة بتلف حوالين نفسها. انا مش هسكت على فكرة، انا لازم اروح لها. خد تعالى هنا. فريدة تلف حوالين نفسها؟ والله يا فريدة دي تنزلك البيل وتطلعك سقعان. اسمع يا ابني، انت لو بتحبها فعلا وعايز تتجوزها ما تجيبهاش غير بعد كاتب الكتاب. يلا اتكل على الله. فارس جاي، فارس جاي. ازيك يا مستر فارس؟ ابو الفوارس، ايه الاخبار؟ تمام. ما لبستش بدله يعني؟ انتوا مش قلتوا الدخله بعد 3 شهور؟ خلاص وقتها هجيب لك بدله بس على حسابك. بقول لك ايه؟ قول. عروسه تانيه بقى. تانيه ايه؟ انا متشائم. هي كنزايه. بقول لك ايه؟ انت اللي كاتب شيكات للضرايب وانت اللي ما عندكش رصيد. عندك رصيد؟ لو عندك رصيد ماشي يلا. على عينك. ايه ده؟ ايه الجل ده؟ امشي معايا من سكان السفاله دي. انا فاتني حاجه؟ حاجتي وزفت ايه؟ طب الحمد لله. يا غلاب يا غلاب، افرد وشك في ايه؟ انت قامتها علينا ليه كده؟ ده احنا داخلين على فرح، ولا انت عايز تاكل عليها العموله؟ لا انا عايز العموله. فين؟ اخلص. ايه جايب لي عروسه متطلقه وعايز عموله؟ ده انت غريب قوي. طلقه؟ يا سلام، يعني ما تعرفش يا اخويا؟ لا ما اعرفش، هو انا اللي مطلقها؟ اخلص. ايه الاسلوب الرقيع ده؟ انت يا ابني مش قايل لي انها زي اختك؟ يعني مش عارف تفاصيلها؟ زي اختي، زي ما انت قلت كده بالظبط. يعني مش اختي، اعرفها منين انا يا اخي؟ وبعدين اعتبرها يعني اختي في الانسانيه. حلاوه في الانسانيه، قسما بالله العظيم لولا انك شبه واحد صاحبي صيني عزيز على قلبي انا كنت شفت شغلي معاك. خلاص مش مهم، المهم انت افرد وشك عشان احنا داخلين على فرح. وبعدين يا سيدي مش مهم متجوزها متطلقه ارمله، المهم يتجوزها ويفك اللي عليه يا اخي. ولا ايه يا غلاب؟ غلاب غلاب، واختفى ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا الليله. بس يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. يا مولانا ما يصحش كده. الله، ده عرسنا زين وكحيل العين. توكل على الله يا مولانا. بطاقتك يا عروس موجوده هي يا مولانا. انا بقى معيش بطاقه. انا مش محتاج بطاقتك عشان صورتها معايا من اول الشهر. ايه ده؟ البطاقة موجود فيها انك متجوزة. لا لا لا، انا متطلقة. طب فين قسيمة الطلاق؟ جاية في السكة ان شاء الله. خلاص نستناها لحد ما تيجي. الحمد لله جت من عند ربنا. مش ده اتفاقنا يا مولانا؟ اتفاقنا في حالة كونها مطلقة. ما هي مطلقة، يعني انا هجوز واحدة متجوزة؟ ما اقدرش اجوزها من غير قسيمة الطلاق. انت كده هتبوظ لي كل حاجة. وانت كده بتضيع لي مستقبلي. تمام تمام. طب مولانا ما ينفعش حضرتك حد يبعت لك قسيمه الطلاق سكرين شوت على الواتساب؟ واتساب؟ استغفر الله العظيم. بس الله. طب انا في اوضتي لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ رايحه فين عروسه؟ في حاجه؟ ايه؟ عروسه؟ لا 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 لا، يا نهار اسود، هي شكلها تقصد انها في غيبوبتها لحد ما تشوفه هتعملوا ايه؟ والنبي فوقي، والنبي يا نهار اسود ومنيل، يعني انا جوزك البنت عشان تبهدلها لي؟ يا عم استنى شويه. ده اللي انا كنت خايف منه. العروسة هيغمى عليها عشان خايفة من الجواز. يعني هي أول مرة تتجوز؟ لا لا، هي أول مرة تتجوزك أنت. كده كده الجوازة دي ما كانتش هتتم. المأذون كان مستني قسيمة الطلاق. يا سلام يا أخويا، مستنى بقى قسيمة الطلاق لغاية ما يحجزوا عليك. دكتور أمجد جوه، ربنا يقومه بالسلامة. بس ما تقولش دكتور. بيني وبينك أنا قلقان تموت في إيديه. اخص عليك. اخص. إيه ده؟ انت بتبص لي كده ليه؟ يعني ما انتش عارف؟ ها؟ ما انتش عارف اللي انت عملته؟ اللي عملت ايه؟ يا دكتور سيبك منه، طمنا بس على سلاف. مبروك يا برنس.
العروسة حبلة. ايه؟ أول مرة أسمع دكتور بيقول حبلة. وأنا؟ حامل إزاي؟ ده إحنا لسه ما اتجوزناش. أنت بتسألني أنا؟ ده بيسألني أنا. أنت شايف دي ميداليا؟ حضرتك اسأل نفسك، شوف شوف أنت عملت إيه يا شقي؟ أنا عايز أفهم بس، يعني هي أساساً مطلقة، إزاي تبقى حبلة؟ أنت حضرتك بتدخلني في تفاصيل ليه؟ أنا مش فاهمك برضو، ليه حضرتك بتعاملني على أساس إن أنا فاضي وهعرف تاريخ عائلتها؟ أنا مش عارف يا فندم، وبعدين ليه بتعاملني على أساس إن أنا طبيب شرعي؟ أنت مش طبيب أصلاً. فارس! أخص عليك! ماما قوي. إيه جزاتي أنا؟ أنا اللي عمال أشيل بلاويك وأجيب لك الحقيقة وأقولها لك في وشك عشان تتغير. أيوه بس أنا عايز أعرف يعني أنت حضرتك عرفت منين؟ حللت لها؟ لا حضرتك انا عندي سكر وعصبي ها ارد عليك راجل مش كويس. لا اعوذ بالله. مش ممكن يا فندم، عايز تحللها خد الاستاذ وخش حللها بنفسك. ايه ده؟ تخس ماما قوي. صحيح الكلام ده؟ انت قادرة؟ تخس عليك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا دكتور انت لسه خارج من الحضانه ولا ايه؟ بس انا عاجبني يونيفورم المدرسه ده قوي. اخس وليك نفس تضحك؟ في ايه يا دكتور؟ وضح. هي راحت؟ هي ايه اللي راحت؟ اختفت؟ ايه اللي اختفت؟ المروه. هي وقعت منك فين؟ هنا ولا فوق؟ ندور عليها عادي يعني. مبروك مجالكم. مش فاهم. سلافه. مالها؟ حبله. انت فرحان ولا زعلان؟ لا انا دهشان. روح 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 دور ورايا خطيبة. تقصد مين؟ فارس؟ انت قلتها لوحدك مش انا اللي قلت. عندك حق، انا ادور عليها هي وخطيبها. انا اسف يا دكتور انا اخرتك على الحضانة، تقدر تمشي انت دلوقتي. يخص. طب هي المروة وقعت منه فين ندور عليها؟ يا دكتور تعالي تعالي سندي عليا انا زي اخوكي. تعالي 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 يا فريدة. يا ساتر يا رب، شكلك اتغير كده ليه؟ انت عجزت خالص يا فريدة، انت عندك كام سنة؟ ان شاء الله خير ما تقلقيش ما تقلقيش. فريدة انت كويسة؟ ما تخافش لسه عايشة. ايوه بس هو ايه اللي حصل؟ مستر فارس بعت لي رسالة على الموبايل وقال لي استنيني على قعدة العشاء. استغفر الله العظيم. ممكن تسكت يا حبيبي؟ استغفر الله العظيم، في ايه يا حبيبي؟ كملي. انا مش فاهمة هو ليه بعت لي الرسالة وقال لي روحي هو مش هناك. تفتكروا يقصد ايه؟ يقصد ايه؟ يقصد ان هو يمشيكي من الاوتيل عشان خاطر يعرف يتجوز سلافه، عشان حضرتك طول الوقت ماسكه البطاقه وعماله تنخوري عايزه تبوظي الجوازه. هو اتجوزها؟ لا اطمني لسه. طب الحمد لله. بس ان شاء الله هيتجوزها. ها بعد الشر. يا عم خليك محضر خير، ما يمكن الرساله تكون جات له بالغلط ويقصد واحده تانية. واحده تانية مين يا ابو العريف؟ سلافه طبعا، هي مش خطيبته، يبقى اكيد هي اللي هتروح له قعده العشاء. انا مش عايز اسمع صوتك زفت انت النهارده خالص. صوتك طلع دلوقتي وفقت يعني؟ اه صوتها طلع. في حاجه؟ هو انت الجرد بتاعها؟ اه الجرد بتاعها. انت بتحب تسمعها سعيد صح؟ هي ايه؟ ثلاث ثواني لو لقيتك في وشي هزعلك يا سعيد. اسمعها يا فندق. فريده بنت مستر حسين تخصني. نقول تاني. فريده بنت مستر حسين تخصني. اي واحد دماغه تتدحرج تهب منه يفكر يروح نواحيها هدبس له وشه. امين. نيل بتبصي لي كده ليه؟ سلامتك يا عروسه. الله يسلمك ميرسي. طبعا عرفتي عندك ايه بما ان الدكتور كشف عليكي. لا هو كشف عليا ومشي على طول. هو قال لنا انك لا مؤاخذه حامل. ايه لا مؤاخذه؟ يا سلام ضايقتك قوي لا مؤاخذه وحامل؟ لا حامل يا ستي حامل. حامل ازاي يعني؟ سبحان الله، تصدقي انا كنت لسه هسالك نفس السؤال. لا لا الدكتور بتاعك ده مش عارف اي حاجه. موافق مش عارف اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي هتخلينا نتاكد التحليل. تحليل ايه؟ تحليل الحمل. بصي انا بعت اجيبه لك مخصوص من الصيدليه. انا مش هعمل اي تحليل، وبعدين احمل ازاي وانا مطلقه؟ لا ما هو بصي بقى، الحاجه الوحيده اللي هتنفع عنك التهمه الشنيعه دي انك تعملي التحليل ده، وبصفتي انا الحمار اللي هتجوزك كمان نص ساعه يهمني اعرف اذا كنت حامل ولا لا. وانا بقى مش هتجوزك طول ما انت مش واثق فيا. وادي التحليل بتاعك اهو، واتفضل اطلع بره. طيب طيب خلاص خلاص ما تزعليش نفسك. اتفضل اطلع بره. واضح انك بتتلككي، هي جوازه باينه من اولها. ده خامس اوتيل ادخله لسه ما لقيتهاش. طيب يا ماما لو وصلت لاي حاجه هطمنك. سلام.
مساء الخير. مساء النور يا فندم. في واحده نازله عندكم هنا اسمها سلافه. بتقول مين حضرتك؟ سلافه. لا مش متاكد يا فندم، اصل انا عندي نزله كتير فاكيد مش هفتكر اسم كل نزيل يعني. ليه يعني في اليوم بيجي لكم كام سلافه يعني؟ والله دي بقى ارزاق يا فندم. انت شغال هنا ولا بتعمل ايه؟ يا فندم نمتاج موجود. طيب بص. ايوه دي صورتها. ايه شفتها؟ ايوه فندم. بالراحه بس على الموبايل عليه صوت. ما باين. مبروك. ايه الشرخ ده؟ ايه؟ لا سوري يا فندم ده الاضاءه بتلعب. سوري يا فندم. لا لا مش متاكد. سوري يا فندم. سوري. وانت مش متاكد من اي حاجه؟ يا فندم سوري. لا هات لحد كبير اكلمه بقى عشان انت مش عارف اي حاجه هنا. ما انا لو جبت لحضرتك حد كبير تكلمه هيقول لك بالظبط نفس اللي انا هقوله دلوقتي، ان انا ما اقدرش اطلع اي بيانات لاي نزيل عندي غير لما اعرف حضرتك مين الاول. عايز تعرف انا مين؟ اي فندم. انا جوزها. جوزها؟ جوزها مطلقه. ايه يا فندم؟ هي قالت لك ان هي مطلقه؟ لا ما قالتليش حاجه. انا مش متاكد. مش متاكد كانت موجوده. لا انت كل حاجه مش متاكد منها؟ معلش يا فندم مش متاكد. سوري. امال حكوني رحت فين يا سلافه؟ دي رايحه منه. حكوني رحت. لا عليه صوت. عليه صوت. بالراحه. رحت فين يا سلافه؟ انت بتسال عن سلافه؟ لا ما بسالش. تعرفها؟ لا ما اعرفهاش. لا طبعا اعرفها، نازله عندنا في الاوتيل، ده انا اللي موصلها الغرفه بتاعتها. امال بتقولي ليه ان هي مش عندكم؟ انا قلت لك مش متاكد. مش متاكد فهم. لا حضرتك بقى ممكن تتاكد من مستر فارس صاحب الاوتيل. اشمعنى بقى مستر فارس صاحب الاوتيل؟ لانه خطيبها والمفروض هيتجوزوا النهارده. ولا ايه يا ادهم؟ هم مين دول اللي هيتجوزوا؟ حضرتك بتزعق ليه؟ هو اللي بيقول يا فندم. هي فين اوضتها؟ مش متاكد. هو انت مش متاكد ولا عارف اي حاجه هنا؟ لك معلومه غلط يعني يا فندم. ما يصحش. انا هوصل لها. ماشي يا فندم ماشي. تعالى سعيد. هو ماله متنرفز ليه؟ لا هو راجل عصبي. سعيد هو الراجل ما سالكش يعني؟ انت من نفسك ما شاء الله قررت كل حاجه. انت متبرع فتنه يا ابني. انت عارف انا على نياتي واللي بقي على لساني. الجمله اللي بقي على لساني. اسكت يا سعيد. امشي امشي امشي. طب بالنسبه للثلاث ثواني خساره فيك. امشي بجد يا سعيد المره دي. امشي بجد. امشي يا سعيد. امشي. امشي.